موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أفاد رئيس المجلس المحلي تورغ عبد الرحمن الشكشاك بتواصل الاجتماعات بين لجنتي تنفيذ الاتفاق وبشأن العودة لأهالي المدينة بناء على الاتفاق المبرم. توقع الشكشاك في اتصال مع نبأ الأربعاء أن الأيام الماضية القليلة القادمة ستفضي إلى رجوع الأهالي والاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق. كما عبر الشكشاك عن رفضه تأجيج الأوضاع واستغلال الموقف سواء من أهالي تورغة أو غيرهم، مشيرا إلى أن الشعارات الصادرة أخيرا من بعض أبناء تورغة لا تمثلهم على حد قوله. قال رئيس المجلس المحلي درنا عوض لعارج أن الأوضاع الإنسانية في المدينة تزداد سوءا مع استمرار نقص الوقود والغاز والخدمات الأساسية. أكد لعارج في تصريح للنبأ تواصله مع وزارتي الحكم المحلي وشؤون المهجرين والنازحين بالحكومة المقترحة ووضعهما أمام حقيقة الوضع في درنا في ظل تحشيد ميليشيات الكرامة لقواتها، طالبا رئاسي المقترحة بتحمل مسؤولياته تجاه المدينة. أكد مصدر محلي من مدينة المرج اقتياد أمير محاور الصاعقة محمود الورفلي إلى مقر القيادة العامة لميليشيات الكرامة بالرجمة. قال المصدر في اتصال مع النبأ إن العملية جاءت بعد اقتحام مسلحين تابعين لكتيبة 106 والتي يقودها خالد حفتر نجل قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر مقر الشرطة العسكرية بالمدينة الذي يوجد فيه الورفلي. أفاد مصدر محلي ببنغازي بأن مسلحين من كتيبة طارق بن زياد السلفية التابعة لميليشيات الكرامة اعتقلوا أكثر من 7 أشخاص بالمدينة اليوم. قال المصدر في اتصال مع النبأ أن المعتقلين هم من مناطق الليث وحي السلام والكوافية، مشيرا إلى أن القوة التي داهمت بيوت الأشخاص 7 تقدمها أمير كتيبة طارق بن زياد سليمان الصعيطي. وبين المصدر أن مسلحي كتيبة طارق بن زياد اقتادوا المعتقلين إلى أحد مقرات الكتيبة داخل مدينة بنغازي. قال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة إن البعثة تدرك أهمية منطقة الجنوب في ليبيا وحاجتها الماسة لرعاية الدول واهتمام الأمم المتحدة. وأضاف سلامة خلال لقاء مفتوح مع أبناء المدينة أن البعثة ستفتح صفحة جديدة من التشاور والتواصل مع أبناء المنطقة الجنوبية وستعمل على توفير حاجات المنطقة حسب قوله. ختام الموجز للقاء.